احتفل محامو صلاح الدين بذكرى 68 لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، وتخلل الحفل الذي أقامته هيئة انتداب محامي صلاح الدين إلقاء كلمات أظهرت دور هذه الشريحة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، كما قدمت في الاحتفال الهدايا للمحامين المتميزين. في هذا اليوم المبارك المصادف 5/9/2019 قامت هيئة انتداب محامي صلاح الدين وبرعاية نقابة المحامين العراقيين الاحتفال السنوي في الذكرى 86 لتأسيس نقابة المحامين العراقيين. حضر هذا الحفل السيد نائب رئيس استئناف محكمة صلاح الدين الاتحادية والسيد وكيل نقيب المحامين العراقيين الأستاذ رزاق العبيدي والسيد نائب المدعي العام في محافظة صلاح الدين، كما شرفنا في هذا اليوم الزملاء من غرفة محامي إديالة على رأسهم الأستاذ نبيل الكرخي الذي شارك زملائه في محافظة صلاح الدين أفراحهم في هذا اليوم المبارك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الزملاء المحامين في عموم ربوع عراقنا الحبيب، وأن ننعم على بلدنا بالأمن والأمان وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وشكرا جزيلا المحامي أحمد مالك رشيد الورد رئيس هيئة انتداب محامي صلاح الدين. حضرنا هذا اليوم إلى مدينة تكريت العزيزة بغية مشاركة زملائي وزميلاتي محامي صلاح الدين في الاحتفالية التي يقيموها مناسبة تأسيس نقابة المحامين العراقيين الذكرى 86، وحقيقة عاجز عن الشكر لمحامي صلاح الدين عن حفاوة الاستقبال وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وحقيقة أشكرهم على هذا المهرجان أو الاحتفالية الناجحة، والشكر إلى جميع الزملاء الذين تم تكريمهم كمحامين مميزين، لأن حقيقة موضوع المحامي المميز شيء كنقابة محامين نحن نفتخر به، أن يكون المحامي مثال يقتدى ويحتذى به أمام زملائه الآخرين. أتمنى السمو والرفعة لجميع زملائي وأخواني محامي صلاح الدين. رزاق العبيدي وكيل نقابة محامين العراقيين. حضرنا وفد من محامي ديالة، نبارك إلى زملائنا في محافظة صلاح الدين من محامين ومحاميات، ونقول لهم كل عام وانتم الف خير يا ربي، ان يعيده علينا وعليكم بالسلامه. ونبارك الى محامين ومحاميات صلاح الدين على هذا المهرجان الرائع، ونشكر الاخ والصديق رئيس هيئه انتداب محامي صلاح الدين الاستاذ احمد الوريد المحامي نبيل الكرخي رئيس هيئه انتداب محامي دياله. بهذه المناسبه احب ان اوجه شكري وتقديري الى مقر نقابه المحامي صلاح الدين، بالاضافه والشكر موصول الى محامي المقر العام في بغداد. وبهذه المناسبه تم تكريم عدد من المحامين الرواد الذين لهم خدمه جليله في مجال مهنة المحاماة، وكذلك تم تكريم المتميزين منهم، وهناك مشاركة من قبل الدوائر العدلية والدوائر المدنية، نشكرهم جميعا لحضورهم هذه المناسبة العظيمة، وأتمنى للنجاح والموافقية لكل محامينا العراقيين ولوزارة العدل بشكل عام، وكل العراقيين نتمنى أن يسود الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب، وأن ينعم شعبنا العراقي بعيش رغيد في ظل قيادته السياسية الحاضرة. محامي الخليل عشم عبد الله رئيس غرفة محامية الشرقاط.